السلام عليكم طلاب، اليوم جاي اجيب لكم شلون تدخلون على القوائم التشغيل للي ما يعرف. فتدخل على القناة، تمام؟ هاي قناتي. ترى انا المحاضرات مسويهم بالترتيب، يعني الاول متوسط مضيف محاضرات بالترتيب، الثالث والخامس والسادس. هسه بقى شوف، هسه راح ندخل على قوائم التشغيل. في البداية كذا هيك، فراح ندخل على صف هذا قوائم التشغيل. شوف كل قائمة مسوي لك هسه مثلا خامس علمي الفصل الثالث، تدخل عليه هالشكل هذا تلقى المحاضرات به، محاضرة خاصة بالخامس العلمي للفصل الثالث، تمام؟ إذا دخلت لا هسه راح تدخل النوة بالفصل الثاني. شوف هاي القائمة مال الفصل الثاني، تدخل لها هالشكل هذا مرتب لك يعني. وكذلك باقي المراحل، يعني هسه الصف السادس الادبي، شوف هاي المحاضرات مال الفصل الاول كلهن، تمام؟ هاي خاصة بالسادس الادبي. باقي الصفوف هم نفس الشيء، عندك الثالث المتوسط والرابع الاعدادي الاول. على شكل قوائم التشغيل، يعني هيك قوائم التشغيل تدخل لهم اكو مكتوبه، عندك الفيديوهات وعندك قوائم تشغيل وعندك منتدى وعندك اللمحة. لا انت تروح على قوائم التشغيل تلقاهم بالترتيب، المحاضرات بالترتيب، يعني لا تتعب روحك وتبحث، انها متسلسلات، محاضرة تجر محاضرة، كل شيء موجود، كل شيء شارح، تمام؟ شكرا لكم.